هاي السلام عليكم، صباح الخير، جمعة مباركة، 9:04 ديال الصباح. كما كتشوفوا الشمس ورايا، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. طال الغياب، ايه ظروف شخصية، ظروف صحية، ظروف كما بغيتو تسميوها. المهم ورجعنا الحمد لله مع الاخوان والاخوات اللي كيحبونا، اللي كيتوحشونا، وحتى اللي ما كيحبوناش. وتحياتي حتى للنقالة وصحاب التوضيح وهل صحيح والصح من الخطا وداك التخربيق الخوال الخاوي. المهم الموضوع ديالنا كما كتشوفوا في العنوان، اخيرا الحمد لله البارح اللي هو نهار 8 الخميس خرجت سنتنس، يعني الحكم اللي هو ديال التريبونال الاوروبيو ولا المحكمه العليا للاتحاد الاوروبي الاوروبيه، اللي كتشوف ان اي عنصر ولا اي واحد من الدول اللي تابع الاتحاد الاوروبي ممكنش يعني يتنقلها او لا يمشي ضدها، يعني ديما كاين واحد الحاجه فوق مني خصني نحترمها. معليش، الموضوع كما كتشوفوا سبحان الله في سبتمبر انا دابا باش نمشي دقه حيت المواضيع ما كيهضروش فيها الناس. علاش؟ درايه قليله، ما عنديش الوقت نبحث، يمكن ما في خبار وكاع، غير المهم ندخل اليوتيوب نشوف شنو قال فلان وقال فلان ونركب ثاني كما العاده. يعني ماشي صناع محتوى، هما صناع نوع محتوى منقول، وكيبقاو بيتلكيكو. ففي سبتمبر نهار 3 في سبتمبر خرج قرار ثاني او حكم بالقضاء على القضاء الاسباني، لان اسبانيا كتخترق الاتفاقيات وكتخترق القوانين الداخليه اللي تابعه للاتحاد الاوروبي. انك شي كتسمى بالخيراركيه، يعني كاين شيء فوق شيء. كنعتذر الصوت ما كيتسمعش مزيان، لان انا دابا كما كتعرفوا في الجريده ساكن هنايا كما العاده، ويا هذيك كيدوزو كامل الواس، فتقدر تسمعوا شويه ديال الضجيج. فهنايا في شهر 9 كانوا يتكلموا على الناس اللي عندهم الوراق، يعني الناس ديال 5 سنين ما يقدروش يبدلوا الوراق بحكم ان عندهم سوابق. فكما كتعرفوا بعض الدول الاوروبيه الناميه المتقدمه واخا دوز الحبس ما كيحيدوش لك الوراق. وكيفاش اسبانيا؟ يعني اسبانيا هذه سنين وهي كدقدق في المهاجرين على ابسط الامور، وما كاينش كما كنقولوا حنا واحد البروبورسيونيتي، يعني ما كاينش واحد المبدا ديال التوازن، او يعني قد يعني واش اللي يضرب بنيه بحال اللي يضرب بالسيف ولا يضرب بالرصاص. يعني خص يكون شويه ديال، يعني بحال دابا اللي كيلعب مثلا واحد المضاربه، الا كانت مضاربه ما بين واحد فيه 120 كيلو مع واحد عنده 40، اكيد 120 غادي يغلب من 40 حيت ما عنده صحه. فهنايا خصنا يعني على قد الدقه، على قد سميتو، على قد الجريمه خاص تكون عقوبه. هذه في الناس ديال 5 سنين وقعت نهار 3 في شهر 9، وكما العاده نخليكم تحت الروابط باش تاكدوا من الخبر. هذا موضوع ديال هاد الناس هادو ديال 5 سنين ما كاينش يتكلم عليه، بقات الامور هكذاك والحمد لله على كل حال. فكما كتعرفوا ان ديال 50 ماشي هو هذا الموضوع ديالنا، لان بزاف ديال الناس تشكاو ولقاو راسهم ان واخا يكون عنده مده السجن اقل من سنه او لا سنه، فكانوا كيضيعوا الاوراق. كاين اللي كيعتق كيدير واحد الاكستراورديناري باش ما يضيعوش بين ما جاب الليمبيو، شبيشة كتبرزت شويه كنعتذر الى اخره. فهذا موضوع. ولاني البارح سبحان الله، يعني مبروك للناس اللي ما عندهاش الاوراق من الناحيه ديال الاثر. كما كتعرفوا هذا الاسبوع هذا فاش كنت انا غايب، الاخوان طرقوا يعني في البدايه ديال كنظن ما عرفت الجمعه ولا السبت ديال هذه تقريبا جوج سيمانات، كانوا يتكلموا الاخوان على قضيه ديال الاقتراحات اللي عطات اوروبا، ماشي التريبونال الاوروبي، اوروبا كنهضر على المفوضيه المركزيه الاوروبيه اللي اقترحت ان خاصنا نجرو على اللاجئين وخص كل واحد يرجع لبلادو بحكم ان شي كثير وبحكم ان الكوفيد 19 وحكم ان المدخول قليل الى اخره. المهم فنظر الاخوان عطاو الاقتراحات ديال اوروبا، ناضوا ثاني شي خورورو داروا ثاني فيديوهات على هذه القضيه هذه. فسبحان الله نقدر نكذب عليكم ونقول لكم الحمد لله، انا غندير داك الشيء اللي كيديروا هما، الحمد لله وبفضل مجهوداتنا الجباره المحكمه العليا سمعت لينا، ودابا الا تيقت الخزعبلاتي راك مريض في راسك، الا تيقت راك مريض في راسك. اوروبا ولا الاتحاد الاوروبي حاجه، والتريبونال سوبريمو اوروبيو ديال الاونيون اوروبيه حاجه اخرى. فهاد الناس هادو من شافوا لنا اوروبا وبالاخص حتى اسبانيا، اسبانيا بين العينين، لان اسبانيا هي اللي كتفرع نقولها بهذه الطريقه هادي، وكنعتذر لشي واحد جاتو قاصحه. الى جينا نهضروا على التعسف والطرد التعسفي كنتكلموا على اسبانيا بالدرجه الاولى. فهاد الناس هادو اللي تريبونال لقاو ولاحظوا من 2016 وهاد الناس هادو باركين كيديروا القانون اللي بغاو،
يعني ديما يطردوا عباد الله وتكرفوا الناس. علاش 2016؟ ممكن تكون 2013، ممكن تكون 2014، ولكن على حسب الحكم او الاحكام الصادره اللي دار اسبانيا. لان انت ملي كتجي واحد يعني مثلا كيتبصم، اول حاجه كيدير ريبوزيسيون. هذه الا كنت كملتي القانون ديالك باش تحيد الوسخ باش تقدر تكمل هادشي. الا كان شي وسخ اداري، وهادشي ديال الوسخ حنا تكلمنا عليه ماشي مره ماشي جوج. المشكل هنا هو ان انت ملي كدير ريبوزيسيون الا تطعن فيه او لا قال لك هادشي هذا ماشي هو هذاك، بغض النظر يكون عندك عائله في اسبانيا كتسمى لها الرايغو، يعني عندك جذر. كاين حاجه اخرى اللي هي انك دير كونتيسيو او لا الحكم الاداري، تستأنف الاستئناف الاداري ديال الطعن في المحكمه. هنا شنو كيوقع؟ كيوقع ان الاغلبيه ديال الامور كيكون صافي طبق السيد مسكين طرد صيفطوه، واخا تكون عنده العائله، واخا يكون ما نعرف شنو، ما كيرحموش الناس. بحال كتقول هذاك الشيء، كتقول اوروبا ما كيهمناش. دابا الدق، دابا عيات ما تصبر ليها اوروبا، عيات ما تصبر ليها. كنهضر على المحكمه العليا. دابا صافي عينا ما هادشي ديالكم، ثم كتخربقوا. قبل كانت مولطا، هذه تقريبا واحد 7 سنين 8 سنين، كنا كنسمعوا اولا كنقل كل انسان تشد تبصم يخلص مولطا كيخرج. كانت كتستافد فحيدتها، حيد هنايا لا ديريكتيفا، المهم لا ليجيزاسيون ديال لا ديريكتيفا ناسيونال، يعني كنهضروا على القانون الداخلي. حيدا قال لك لا ما كاين لا مولطا لا والو، اللي شديناه نبصموا ولا عاود تلاقينا معاه نصيفطوا لبلادو. دابا اوروبا قالت هادشي ما خصوش يكون، كاين واحد برينسيب دي بروبورسيون، يعني خص يكون شي حاجه اغراباندي، يعني خص يكون شي حاجه ماشي حيت متواجد اسباني غير شرعي صافي هذاك راه مجرم. لا، مجرم هو الضرب، الجرح، السرقه، شي حاجه اللي كتمس الاوردين بوبليكو ولا سيغوريدا بوبليكا، شي حاجه كتمس الامن الوطني او الامن ديال الشؤون الداخليه ديال الوطن. غنقارن واش واحد جاي مسكين كيضرب تماره ووصل في اسبانيا، ماشي مجرم، واحد مسكين حاول يدخل باش يقدر يبدا المستقبل ديالو. لهذا كما قلت المحكمه العليا التوي تريبونال ديال الاوروبيا قالوا صدر حكم ان اسبانيا ما بقاش عندها الحق يعني تمشي ولا تكونتراديسي ولا تعاند او ولا يعني تحاول دير ما شافتش الحكم اللي صدر بحقها. وباخص اسبانيا، راه ماشي كنقول اوروبا، لا، لان راه اوروبا ما فيهاش هاد القوانين كاينه في اسبانيا. وعاود قلتها مره اخرى وكنقولها ثاني مره اخرى غنقولوا اسبانيا راه ماشي هي فرنسا. اسبانيا الله بدات في الهجره هذه حتى 2000 عاد دار قانون ديكسترانخيريه، لا قارنا مع فرنسا. فرنسا في الخمسينات بدات هي مات الاستعمار وما نعرف شنو، هي بدات كتخدم مع الناس، لان الناس متفتحين. واخا حنا عارفين انه ما خلي لك المشكل خور هذاك، تا هو هذيك الحريه ديال المغرب وكذا، ولكن الا جينا نتكلموا على المنطقه، عفوا من ناحيه، قلت لك المنطقه من ناحيه القانونيه، فاكيد الهجره او قانون الهجره في فرنسا في شي حوايج اللي كتعطي الحق للانسان. ما غاديش نذكروا ان اسبانيا دايره القانون ديال 3 سنين لان هي مستافده، ما نقدروش نذكروا. واللي قال لكم لا اسبانيا راها غتعيش احسن بدون مهاجرين كذاب، واللي قال لكم ان القانون 3 سنين غادي يحيدوه كذاب، لان اسبانيا كتستافد من الحراقه اكثر ما كتستافد من الناس اللي بالورق ديالها، لان مور الحراق ما كاين لا سيكور سوسيال لا ضمان لا والو. اذا لا يعقل ان اسبانيا دير هذا التخربيق هذا. لهذا كنعاود نقولها مره اخرى، الحمد لله دابا اي واحد تبصم ممكن يدير ريبوزيسيون. السنتنس هي خرجات ولكن باقي ما حطوش يعني شنو ما اللي غنديروا، شنو اللي ما غاديش نديروا، غير هو استنادا لماذا؟ استنادا ان الان لا يمكن اتخاذ يعني فقط انك انت كانسان يعني متواجد في اسبانيا بطريقه غير شرعيه تعتبر مجرم او لا تعتبر درتي شي حاجه مثل هيك. كما الشهر اللي فات نهار 3 في شهر 9 صحاب 65 مابقاش عندهم الحق اسبانيا طردوهم حيت عندهم دوزوا السجن او لا عندهم شي حاجه يعني عقوبه قضائيه دوزوها واخا ما ماتوش ورق، فكيقول لك عندك انتيسيدنت بيناليس او شنو انتيسيدنت بيناليس؟ راه انا عندي 5 سنين يعني انايا راه خصني نشوف بعين دوز حياتي هنا، قهرت صحتي هنا، طيحت صحتي هنايا، فما يمكنش. اوروبا قالت هذا تخلف، قالت بكا تخلف. اسبانيا كدير واحد الحوايج اللي ما كيدوم حتى شي واحد، دوله ما فهمتش مالها من هذه الناحيه دي. لا سيدي يكون دار شي جريمه كبيره، والناس اللي بلا اوراق وكذلك يعني يمنع منعا باتا طرد هذا الانسان الا في حاله الا ارتكب شي جريمه اللي نقدروا نقولوا يعني وزن ديالها كيمس لا اوردين بوبليكو او لا اوردين بوبليكو عفوا يعني اوردين بوبليكو. فكنظن ان هذا هو الخبر اللي بغيت نقول لكم اليوم، وتحياتي للنقاله. يلا دابا عاد باش غادي نقولوا ثاني والصحيح، وهل الا درتي هكا غنضحك فيك عباد الله، لان هادشي انا ما جبتوش من الهواء، مشيتش بلاصه اخرى. الاقتراح يعني الا كانت اوروبا حطاته
فالاتحاد نقولوا حنا المحكمه العليا هي كطعن في هذا الهبل كامل، ماشي حيت يوتيوب ويا يوتيبي هو اللي قال او لا دار، حنا هضرنا ما هضرناش ما كنغيروا والو، فقط كنغيروا الناس اللي متبعين لينا في الفكر ديالهم يعرفوا المنهج ديال الحياه كيفاش غادي في اوروبا. احبكم في الله كما العاده، بارطاجيو لي الفيديو بزاف بزاف، جمجموها مزيان مزيان، وانقطاع الاتصال.